هذه نخلة الدوم. يقول الشاعر العربي الكبير امرؤ القيس، يقول: فشبهتهم بالآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفين مقيرة. شوفوا، هذه الدوم تنبت في أودية خيبر وفي شمال غرب السعودية في الصويرة ونيوم وأيضا في بعض أودية المدينة المنورة. دوم، هي دوم، لكن لا تنسون أن كلمة دوم مستخدمة في اللغة الإنجليزية وفي اللغات اللاتينية أنها كقبة دوم، وهي فعلا تشبه القبة، لأنها جذع أو جذعين ويصير لها رؤوس كثيرة على شكل قبة. عجيب. إذن أصل كلمة دوم باللغة الإنجليزية واللغات اللاتينية هي أصلها عربي من شجرة الدوم. هذا يدل دلالة واضحة، وما أكثر الكلمات العربية في اللغات هي كأصل وليست فقط كمسمى نازح.